نظرك مش انا يعني الفنيه كلاعب كوره عشان بس اعافيك من اي حرج يعني اللعيبه اللي طرحها واللعيبه اللي تيجي. بص خلاص احنا ما فيش خلاف على اتنين طبعا ما اعتقدش اللي هم فادوا النادي الاهلي كلاعيبه افارقه اللي هو بيرستاو وموكسوني دولت اعتقد احنا كله مش مختلف عليهم يعني ان هم يمشوا؟ اه طبعا يا اخي انا ليه اختلف معاك في بيرستاو؟ وانا مقتنع معاك يا استاذ. لا يعني بيرستاو من اخطر اللعيبه اللي في الاهلي في الفتره الاخيره. وجوده في مركز جناح بيبقى مفيد جدا يعني لكن هو اتظلم شويه. لعيب مش موجود يعني فورماته مش موجوده في مصر. صح بيرستاو ده هو اتظلم بس فتره يا استاذ مهير لما كانوا الشمال بيلعبوا راس حربه لكن أوكي. هو كجناح مميز جدا. بس اقول لك على حاجه بس مش ده برضه خطير اوكي خطير. بس مش ده برضه المستوى لعيب كوره كويس. ايوه لو مش هتجيب افضل بس لو انت مش ايوه بس انت طبيعي النادي الاهلي لما هيجي يدور هيجيب احسن منه. والله يا كابتن ما شفناش حاجه. ما انت بتسالني انا دي وجهه نظري فاهم اقصد ايه؟ طيب انا بتكلم على اللي يقدر يفيدك. لا انا بس بقى يعني بناقشك بس لكن هو طبعا رايك يحترم. في مجموعه من الشباب طبيعي جدا اللي هيطلع اعاره واللي هيطلع عايز ياخد فرصه عشان اديني اسماء اديني اسماء حتى في الشباب اللي هو يعني أسماء. مثلا واحد عندك محمد اشرف الباك ليفت اعتقد برضه النادي الاهلي برضه هيخليه يزيد احتكاك شويه. ماشي. عندك ميدو نبيل عندك احمد سيد عبد الرحمن. انا عايز من الكبار عايز الكبار. لا ما انا عايز الكبار. ما انت قلت لك الشباب. لا لا سيبك من الشباب انا عايز الكبار الكبار المتسجلين المتأيدين. اعتقد مصطفى شوبير ممكن يطلع اعاره برضه. مصطفى شوبير ممكن يطلع اعاره يستفاد هو عشان برضه يرجع. خلاص بقى سيبك بقى يستفاد. انا بقول لك يعني مصطفى شوبير عندك في من السرد باكات برضه بس مش عايز اذكر اسماء عشان برضه ليه؟ لا يعني ما بقى يعني لكن النادي الاهلي هيبقى فيه سرد باكات اكيد النادي الاهلي هيجيبها. رامي ربيعي لا انا بالعكس رامي ربيعي ماشي كويس بس انا يعني ياسر ابراهيم يعني متولي يعني ممكن متولى يطلع علشان برضه يرجع برضه انت عارف رجع من الاصابه محمود متولي عندك محمد محمود برضه يطلع عشان يرجع محمد محمود عندك بدر بنون طبعا مشي خلاص مشي خلاص ده بدر بنون يعني محمود وحيد محمود وحيد محمود برافو عليك مش عشان حاجه مين من الكبار يمشي او مستواه غير مؤثر انا هقول لك الاسماء قول يعني عشان بس ما احرجكش بس لا لا قول لي وانا يعني مثلا عندك من الكبار في عمرو السوليه في قفشه في محمد هاني في ايمن اشرف في ياسر ابراهيم في رامي ربيعه في حسام حسن في محمد شريف ادي اديتك كمان وفي طاهر وحسين الشحات وفي صلاح محسن وطاهر وصلاح محسن ادي 11 مين يمشي من ال 11 دول؟ كم واحد يمشي من ال 11؟ يعني انا شايف برضه بوجهه نظر يعني عشان برضه يطلع يستفاد وياخد ثقه وياخد صلاح محسن يطلع برضه صلاح محسن يطلع ادي واحد من 11 يطلع مين تاني؟ ماشي لكن في لعيبه لا موجوده حتى لو هي طب هقول لك حاجه قول عشان الاحراج انا عارف ان انت موقفك حساس شويه ال 11 دول يمشي منهم كام؟ ال 11؟ يمشي أربعة أربعة مين هم؟ آخد منك الكمية الأول آخد الكمية الأول أربعة بس أربعة يعني أربعة من الكبار مع بيرستاو يا أخي برضه موسيماني ما غلطش ليه؟ لما قال الكلام ده قال إيه؟ وقلته يطلع من البلد ثمانية يمشي كان عايز ثمانية كان عايز ثمانية يمشي صح اللي انا قلت عليه والله ده نفس اللي قاله مظبوط مظبوط خليته لف لف لا 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 والله انا على فكره قالوا ياسر اقول لك انا بقول بوجهه نظر انا انت بتسالني انا قلت لك